السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا على كل اللي بيشوفونا. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل مشروب الصوبيا، مشروب رمضاني 100%، لازم يبقى موجود على الفطار. هقول لكم بقى على طريقة حلوة وان شاء الله تعجبكم وفي متناول الجميع. معايا هنا كوباية لبن بودرة، خلي بالك تستخدمي نوع لبن كويس علشان هيفرق في الطعم. انا استخدمت هنا لبن نيدو، كوباية وكوباية سكر. طبعا انا حاطه هنا كوباية الا معلقة لاني بحب الصوبيا سكرها مش زيادة، فحطيت كوباية الا معلقة. فانتي ممكن تحطي كوباية سكر وممكن كمان تحطي كوباية سكر ومعلقتين على حسب ما انتي بتحبي الحاجة. عندي هنا كمان كوباية بودرة ايس كريم فانيليا، زي ما قلتلك نوع الحاجة بيفرق اوي في الطعم. ومعايا هنا 4 معالق كبار كريم شانتيه، وعندي 4 معالق جوز الهند. انا طحنتهم شويه كمان في المطحنه عشان كنت عايزاهم انعم شويه. ودول 4 معالق كبار دقيق الرز. لو ما عندكيش دقيق رز جيبي شويه رز واغسليهم وبعدين صفيهم كويس جدا وسيبيهم ينشفوا خالص، وبعدين بالمطحنه بتاعتك واطحنيهم، هيبقوا كده ده شكله. وكمان عندي فانيليا، معلقه كبيره معلقه صغيره فانيليا، تمام؟ يعني بما يعادل ظرفين فانيليا، يعني 10 جرام. مش هنحتاج اكتر من كده عشان نحضر مشروب الصوبيا. اول حاجه محتاجينها حاجه، هنقول بسم الله ونبتدي. هحط بودره الايس كريم، تمام، وهحط بقى السكر البودره، لبن البودره. هقلب بس الاول الثلاثه دول على بعض كويس كده. بعد ما اتاكدت ان هما اتقلبوا كويس جدا على بعض، هبتدي بقى اضيف كريم شانتيه الخام، 4 معالق كبار دقيق الرز وجوز الهند، واخر حاجة بقى الفانيليا. طبعا احنا عارفين ان المشروب الصوبيا ممكن تحضريه بكذا حاجة، يعني بدل الدقيق الرز انت ممكن تحطي شوفان، ممكن يعني تبدلي زي ما بقولك تبدلي الرز دقيق الرز بالشوفان. هقلبه كويس جدا جدا واتأكد ان هما بقوا اختلطوا كويس. خلاص كده انا اتأكدت ان هما اتقلبوا كويس جدا. كل معلقة كبيرة تاخد كوباية لبن، يعني كل معلقة من اللي احنا عملناها دلوقتي بودرة الصوبيا، كل معلقة كبيرة تحطي عليها كوباية لبن. ممكن برضو تضيفي سكر وممكن ما تضيفيش حسب ما انتي عاوزة، انا مش هضيف. اي بطرمان بقى عندك نضيف هتحطي بقى تشيلي فيه بودرة الصوبيا، اكيد اكيد هتطلع طعمها احلى من برة وانتي اللي عاملاها بايديكي. دلوقتي بقى هروح اعمل بقى كوبايتين صوبيا كده واجي اوريكي. طبعا انتي ممكن هتعمليها بقى ازاي، تحطي معلقتين الصوبيا على كوبايتين اللبن في شفشق الخلاط، وممكن تحطي كمان قوالب تلج. لو الخلاط بتاعك ما بيكسرش التلج يبقى تستغني عن التلج خالص وممكن تضيفيه بعدها. هروح دلوقتي احضر الصوبيا كوبايتين كده منها وهاجي اوريكي ونشوف بقى طعمها هيكون عامل ازاي. خلاص كده انا ضربته كويس في الخلاط زي ما قلت لك، انا عملتها بالهاند بلندر. تعالي بقى شوفي سمكه عامل ازاي. مشروب صوبيا 100%، طعمه مفيش اجمل من كده. جربي الطريقة دي وان شاء الله هتعجبك. انا حطيته في علبة محكمة الغلق، تمام. العلبة دي نص كيلو وبقى كمان شوية غير اللي انا استخدمتهم،
يعني كمية لا بأس بيها، كويسة جدا. ممكن طبعا تضعفي الكمية، انك تضعفي المقادير. ان شاء الله تعجبك، ولو عجبتك بقى لايك وشير واشتراك في القناة. وبالهنا والشفا، ورمضان كريم.